طيب انا معايا على التليفون الكابتن حازم الحديدي، وكيل ومدير اعمال اللاعبين، وتحديدا الحقيقه انا عايز اتكلم معاه في موضوع جنش، لانه بقى في كلام كتير الحقيقه في الفتره اللي فاتت على جنش من بعد المشكله اللي تم الاعلان عنها بشكل رسمي وتم اعلان العقوبه، وكارتيرون حتى كمان الراجل اتكلم في المؤتمر الصحفي بعد المباراه الماضيه، والزمالك على اعتاب التتويج ببطوله الدوري. ما هو الموقف فيما يتعلق بجنش؟ لانه اتقال كلام كتير انه جنش قد يكون هو الحارس المرمى اللي هيخرج من نادي الزمالك. لا، ما فيش الكلام ده، كل ما في الموضوع تأديبي. طب بصوا حتى كمان للي حصل قبل كده مع عواد، تم اعلان عقوبة ورجع تاني. بصوا طب للي حصل مع فتوح، تم اعلان عقوبة وبعدين برضو اتعملت العقوبة عليه وبعدين رجع تاني. نفس القصة بالنسبة لأبو جبل. فتعالوا نعرف الموضوع عامل ازاي. انا معايا التليفون كابتن حازم الحديدي. يا كابتن حازم صباح الفل واهلا وسهلا بيك. طب الفل يا كابتن ابراهيم، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ زي الفل الحمد لله. اخبارك انت ايه؟ طمنا عليك. تمارين كويسه يا كابتن، انا بطمن عليك. تمارين كويسه الحمد لله، الفورمه زي الفل، و البنش بلاطه والسيكس باكس شوكولاته. بس اهم حاجه البنش بلاطه. طب خلاص، مش بلاطه، انا مع بعض انا وانت مع الصقر في الساحل وهيبقى شوكولاته برضه. اخبارك ايه؟ طمنا عليك. تمام يا كابتن، ربنا يكرمك. طيب خليني اسالك في موضوع جنش، ايه القصه دلوقتي؟ وصلت لحد فين؟ وهل فعلا اللعيب اعتذر للفريق ولا لا ما اعتذرش؟ طب هو خارج نادي الزمالك؟ لا هو مش خارج نادي الزمالك ولا حاجه. ايه القصه؟ بص يا كابتن، اولا النهارده في ماتش الزمالك وماتش الاهلي. الزمالك النهارده لو كسب الدوري خلاص في الزمالك ان شاء الله باذن الله. وما تعرفش برضو الدنيا في ايه، فاذا كنت انا بتكلم في موضوع جنش فعشان بس الناس ما تبقاش فاهمه ان التوقيت غير مناسب، فانا بتكلم في بروسيس معين يخص الراجل بعيد خالص عن الفرقه. موضوع ان مستر كارتيرون ياخد قرار من عدم وان جنش موجود او مش موجود او يقول في المؤتمر الصحفي، كل واحد يا ابراهيم ليه النظام بتاعه. يعني احنا بنحترم جدا قرار كارتيرون، ده راجل مدير فني للفريق ياخد القرارات اللي تناسبه، لان احنا تعودنا ان المدير الفني او مدير الكوره سواء هنا او في النادي الاهلي او في الانديه الكبيره بياخد القرارات وخلاص، بيبقى ده النظام بتاعه. الراجل انا طلعت اتكلمت عليه من كام يوم وقلت والله ان جنش يعني لو غلطان يتحاسب، مفيش اي مشكله خالص، جنش بيحب نادي الزمالك جدا وبيحترمه وبيقدره، وانت اكيد في المجال يا ابراهيم بقالك كتير، ووارد جدا ان يحصل احتكاك ما بين مدير فني ما بين لعيب ما بين جهاز ما بين مدير كوره، ده وارد في الكوره انه يحصل، يبقى لحظه تنشنه لحظه عصبيه او الكلام ده. فلما انا طلعت اتكلمت وقلت ان جنش مشي من المعسكر وقلت ان اتقال له امشي، انا ما كنتش اقصد ده الراجل نفسه، ممكن يكون اي حد قال لجنش امشي. الصوره دلوقتي انا اتكلمت مع جنش بقالي 3 4 ايام بتكلم معاه، جنش هيكون موجود في الماتش النهارده وهيروح للعيبه في اوضه اللبس، مفيش ازمه مفيش موضوع، واعتقد ان الامور ممكن تمشي يعني الفتره الجايه في مسار طبيعي. طبيعي جدا لو الراجل غلطان هيقعد مع كارتيرون ويعتذر له ويشوف الدنيا فيها ايه. طبيعي جدا لو كارتيرون عنده تحفظات او في حد وصل له حاجه او في حاجه مش مظبوطه او الراجل كان مقصر في حاجه، يعني الامور احنا بنحاول نقرب وجهات النظر الفتره دي بحيث ان خلاص ما دام نادي الزمالك فيه استقرار والدنيا ماشيه وابتدى يتجه ان هو يبقى فيه بطولات، فما يبقاش في حاجه بتعكر مسار الفريق. يعني انت عارف برضو دي حاجات بتاثر في اللعيبه نفسها، يعني جنش لما يبقى عنده مشكله اكيد شيكابالا يبقى زعلان، اكيد عبد الشافي يبقى زعلان، اكيد زيزو يبقى زعلان، لان دول برضو من الناس اللي هم اساسيين في الفرقه والناس اللي كانوا موجوده يوم موضوع المعسكر. حكايه بقى ان احنا نلاقي حد طالع بيقول ان جنش مش موجود في نادي الزمالك الفتره اللي جايه، ان جنش موجود من عدمه، لا انا ولا اي حد يقدر يتكلم في القرار ده، ده قرار مجلس اداره، الراجل ده عنده عقد ولسه مجدد مع نادي الزمالك، نادي الزمالك ايه الوضع مع الراجل؟ هل هيقربوا وجهات النظر ما بينه وما بين كارتيرون؟ هل في اي حاجه؟ لكن عموما الراجل ملتزم جدا الصمت، ولا هتلاقي جنش بيتكلم ولا بيقول اي موضوع، كل اللي قاله انا هكون موجود مع الفرقه وهآزر الفرقه واكون موجود في اخر مع الفرقه لغايه اخر لحظه. لكن ما اتفتحتش مساله خروج جنش لا على سبيل الاعاره ولا على غيره، لانه خد بالك انه الكلام برضو، وانت ادرى مني لانه انت قريب من المشهد اكتر، انه الكلام برضو انه فاركو في وقت من الاوقات كان بيرغب في التعاقد مع جنش. شوف كابتن ابراهيم، فريق فاركو فريق كبير،
ولسه بادئ جديد وفاركو بيعمل ارضيه بقاله فتره في فوارد انه يعرض على اللعيبه، ووارد زي ما اتقال مثلا امبارح او اول امبارح ان النادي الاهلي فسخ عقده بالتراضي مع اجاي، وارد ان اجاي يكون موجود في فاركو. ان يعني دي الانديه اللي بيجي عليها السبوت في الفتره دي اللي هي ممكن تعمل نجوجيش مع اي لعيب كوره موجود في الاهلي او الزمالك او اي فريق ثاني محترم في الدوري العام، لان هي دي الفرق اللي عايزه لعيبه داعمه، لعيبه يعني فرقه عندها بادجت كويس وتقدر تصرف زي فريق البنك الاهلي لما طلع وقال لك انا هجيب لعيبه وابتدى يصرف على لعيبه والكلام ده. فوارد فاي حد لعيب النهارده هيكون مش موجود في نادي او على سبيل الاعاره هيتجه الكلام لفريق زي فاركو. لكن جنش محدش برضو اتكلم معاه ولا حد قاعد معاه، ولسه الموضوع ده سابق لاوانه. ده موضوع يخص مجلس الاداره والمدير الفني، والراجل بيحترم جدا، عشان بس الكلام يبقى واضح عشان لو في تصريح بيتكتب، الراجل بيحترم جدا كارتيرون وبيقدم وبيقول ان انا بقدر الراجل ده جدا، وارد ان احنا نختلف وجهات النظر لكن مفيش مشكله اساسيه بينه وبينه، وخصوصا ان جنش كان بيلعب الماتشات اللي فاتت. صحيح. وخلي بالك برضو مش معنى ان احنا بنتكلم على جنش او ان احنا بنقول ان جنش كان بيلعب وليه الحق ان بيلعب ان احنا بنقلل من اللعيبه الموجودين. كل الاجوان اللي موجودين في الزمالك على قدر مستوى الاحترام، سواء عواد سواء نادر الصغير سواء كابتن ابو جبل سواء كل اللعيبه اللي موجودين. فمش معنى ان انا اتدخل وان انا اقول ان اللعيب ده عنده مشكله او ما لعبش او حاجه، احنا مش بنتكلم في اللعب خالص دلوقتي، موضوع اللعب ده يعني على جنب، احنا بنتكلم في البروسيس بتاع ان لعيب كوره حصل مشكله ما بينه وما بين الجهاز. ايا كان ايه اللي هيحصل، اعتقد ان الفتره الجايه المفروض الحاجات دي تتلم زي ما بيقولوا بلغه الكوره، ان احنا النهارده ده نادي عنده ماتش مهم جدا، وارد بنسبة كبيرة جدا تتعدى 90% ان النادي ده يحتفل بالدوري النهاردة، مش هنستنى الماتش الجاي. فاعتقد الخلافات البسيطة دي وارد ان هي تدوب بقى مع اليومين الجايين. لكن اكتر من كده انت قادرة، يا ما حصل مشاكل كبيرة في النادي الاهلي وقالوا اللعيب خد شنطته واللعيب برا اللعيب مضى، والامور بتبقى يعني هيجي اكتر من كابتن موسيماني لما خد قرار ضد كهربا انه ما يلعبش، وبعد كده الراجل لما قعد مع الولد وحس ان الولد شاري النادي وعايز يلعب، الامور ابتدت تهدى. فاهم قصدي؟ طيب ده كلام عظيم، وانا اتمنى ان شاء الله باذن الله الامور تخلص بشكل كويس، لانه جنش في النهايه اهم اللعيبه اللي انا يعني بحترمهم جدا على المستوى الشخصي. وزي ما انت بتقول اذا الزمالك توج النهارده ببطوله الدوري مهم جدا جنش يكون موجود، ومهم جدا يعني يحتفل مع زملائه، هو له دور برضو كبير في هذه البطوله. فان شاء الله باذن الله الامور تخلص بشكل كويس. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن حازم، وصباحك زي الورد. بشكرك شكرا جزيلا. صباحك زي الفل كابتن حازم الحديدي، وكيل ومدير اعمال اللاعبين، وكلام مهم جدا فيما يتعلق بجنش. اتمنى ان شاء الله باذن الله الامور تمشي بشكل كويس في الفتره اللي جايه.